قال الوزير الأول محمد سالم للبشير إن جهود الحكومة ستنصب على استكمال الورشات الجارية للعمل فيها وإطلاق ورشات جديدة والعمل على تهيئة الظروف الملائمة لإطلاق المشاريع الأساسية. حديث الوزير الأول جاء خلال تقديمه اليوم أمام الجمعية الوطنية للتقرير السنوي حول نشاط الحكومة السنة المنصرمة والتزاماتها في برنامجها للسنة المقبلة. هذا ووصف بعض نواب المعارضة الحصيلة التي تم تقديمها بأنها مجرد عموميات لا تنعكس على الواقع الحياتي للسكان وفق نواب المعارضة. أيها السادة والسيدات النواب، في الجمعية الوطنية يستعرض الوزير الأول محمد سالم البشير برنامج الحكومة لعام 2019 وحصيلة 2018، وبين الفترتين يصغي النواب لمشاريع أنجزت الحكومة وأخرى قيد الإنجاز. إن جهود الحكومة ستنصب على استكمال الورشات الجاري العمل فيها وإطلاق ورشات جديدة والعمل على تهيئة الظروف الملائمة لإطلاق المشاريع البنيوية الكبرى المبرمجة في إطار الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك. ضمن مشروع قانون، تحدث الوزير الأول عن أرقام كان أبرزها اقتصاديا، حيث وصل معدل النمو المتوسط 2.9%. في التعليم شيدت 142 مدرسة ابتدائية و80 مؤسسة ثانوية خلال السنوات الخمس الأخيرة، إضافة إلى توفير الكتب بأحجامها وإشكالها. وعلى الصعيد الصحي تم بناء 14 مركزا و100 نقطة صحية، وظلت الأرقام تترى مما قدمه الوزير. أنا أهل إن هذا البرنامج اللي قدمه الوزير الأول اليوم أنه يتميز بالصدق في المعطيات والوضوح في الرؤية اللي اتسمت بها الحكومة دائما اللي طبق برنامج رئيس الجمهورية، وأهل لي عنه أعطى أرقام صحيحة لأرض الواقع وأعطى آفاق واعدة لمواصلة تنفيذ هذا البرامج. في 2019 تقول الحكومة الموريتانية إنها عازمة على تعزيز ما تحقق من أجل بناء اقتصاد منافس وتحسين ظروف العيش لدى المواطنين والولوج إلى الخدمات الضرورية في شتى المجالات. على مستوى النمو الاقتصادي هنالك تحسن ولكن دون المستوى المطلوب، وأعتقد أن النقاط الأساسية والنقص هو في القطاعات الاجتماعية، قطاع التعليم وقطاع الصحة. تشير حصيلة برنامج الحكومة إلى نمو متسارع حسب الوزير الأول، ليكون النواب الشاهدين على مثل الوزير ويكون الأخير عليهم شهيدا. قبل لحظات كانت هذه المقاعد مليئة بالوزراء والنواب الذين استمعوا إلى خطاب الوزير الأول محمد سالم البشير حين قدم برنامج الحكومة لعام 2018-2019، لكن البرنامج وإن حمل معه أرقاما ومعطيات فإنه ترك تباينا في الآراء بين النواب جميعا. محمد عمر بلول، تلفزيون الساحل، من الجمعية الوطنية، نواكشوط.